لك احسب لي التيار خلال العشرة اوم، يعني لك احسب لي التيار اللي مار خلال هاي المقاومة. طبعا هنا نقدر نحلها احنا بطريقة الدلتا وستار، لكن هنا يقول لك اذا محددك باستخدام طريقة المش او طريقة اللوب. احنا قلنا اول شيء بالبداية لازم شو اسوي، يعني لازم احدد اللوبات اللي عندي. طبعا عندي كم لوب هنا، عندي هذا اللوب الاول، هذا اللوب الثاني، هذا اللوب الثالث. اذا راح ناخذه بهذا الشكل، هذا اللوب الاول، هذا اي 1، هذا اي 2، وهذا عندي اي 3، تمام؟ زين، بما انه قايل لك احسب لي التيار المار خلال المقاومه 10 اوم، يعني شنو معناته؟ معناته نحسب التيار الثلاثي. زين، بما ان عندي انا طريقه نستخدم طريقه اللوب او طريقه المش، اول شيء انا اكتب المعادلات كل لوب. نكتب هنا اللوب الاول، اللوب الاول معادله اللوب الاول ايش راح تكون؟ عباره عن نحدد هنا القطبيه عندي هنا، هاي ناقص هاي زائد، هنا ايضا ناقص، هنا زائد. اوكي، هي هنا اصلا معادله ناقص زائد. نكتب عباره عن اي، يعني نسميه فقط اي 1 ناقص في عندي 8. طبعا ما راح نكتب هنا اصلا ما نضرب قوات، بس راح نكتبها هي 15 ناقص 8 في. طبعا هنا 8 عبارة عن شنو؟ مقاومة مشتركة بين شنو؟ بين اللوب الأول وبين يا لوب اللوب الثالث. يعني هنا 8 اي 1 ناقص اي 2 اي 3 عفوا. ليش اي 1 ناقص اي 3؟ ليش مو اي 3 ناقص اي 1؟ لأن احنا جاي نحسبها بالنسبة للوب الأول، راح يكون اي 1 ناقص اي 3 ناقص هنا هاي ناقص زائد ناقص هاي زائد هاي ناقص 3. هنا 3 ايضا مشتركة بين شنو؟ اللوب الاول وبين اللوب الثاني. بين اللوب الاول وبين اللوب الثاني ايش راح تكون؟ راح تكون اي 1 ناقص اي 2 ساينا 0. اعيد ترتيب هاي المعادلة، راح يكون عندي 8 8 طبعا هنا تتوزع 8 و 3، راح يكون عندي 11 اي 1 اشارته شنو سالب زائد 3 اي 2 زائد 8 اي 3 يساوي لنا سالب 15. طبعا هذا نضربه كله في سالب، راح يكون عندي 11 اي 1 ناقص 3 اي 2 ناقص 8 اي 3 يساوي لنا ايش قد؟ 15. هاي شو تمثل لي؟ هاي تمثل لي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية طبعا اللوب الثاني، لوب اثنين، ايش راح يكون عندي لوب اثنين؟ هذا اللوب اثنين عبارة عن أيضا هنا إشارة زائد ناقص، هذا زائد ناقص، هذا أيضا زائد ناقص، راح يكون عندي سالب ثلاثة. طبعا هذا ثلاثة، ثلاثة عبارة عن مشترك بين اللوب الأول وبين اللوب الثاني. شو يصير عندي؟ يعني هنا مشترك بين التيار الثاني والتيار الأول. بما أن أنا جاي أحسبه بالنسبة للوب الثاني، شو راح يكون عندي؟ I2 ناقص I1. إذا تذكرون هنا قبل شوي حسبنا ثلاثة I1 ناقص I2، ليش؟ بالنسبة حاسبة اللوب الأول. إذا نحسبه بالنسبة للوب الثاني I2 ناقص I1 ناقص. عندي هنا أيضا الخمسة عبارة عن شنو؟ مشتركة بين اللوب الثالث وبين اللوب الثاني، شو راح تكون عندي؟ خمسة اي 2 ناقص اي 3 ايضا نفس الشيء اللي احنا جايين نحسبه بالنسبه للوب الثاني. عندي هنا 2 هي فقط اللوب الثاني ناقص 5 العفو 2 اي 2 يساوي نص صفر. اعيد ترتيب هاي المعادله، عندي هنا بالنسبه للتيار هي فقط 3 اي 1 بالنسبه للتيار الاول، يعني مجرد رياضيات توزيعها. اي 2 ايش قد يساوي لنا؟ 3 و5 يساوي لنا 8 و2 10 ناقص 10 اي 2 ناقص الاي 3 يساوي لنا قيمتها زائد 5 اي 3 تمام يساوي لنا 0. طبعا ليش 0؟ لان ما عندنا احنا هنا نفت قيمه ثابته وحده يساوي 0. طبعا هنا بالملزمه ضاربها في سالب
في إشارة سالبة راح نضربه أيضا في إشارة سالب حتى يكون نفس المنزلة الموجود عندي. هنا نضربه في إشارة سالب واحد راح يكون عندي سالب 3 I1 زائد 10 I2 ناقص 5 I3 يساوي لنا صفر. أوكي، هاي المعادلة شنو؟ معادلة 2. نجي نحسب المعادلة 3 اللوب الثالث. لوب 3 شو يساوي لنا؟ لوب 3 هذا اللوب 3 عبارة عن شنو؟ أيضا هنا ذا إشارات، هاي زائد ناقص زائد ناقص باتجاه عقرب الساعة زائد ناقص يعني من هذا الاتجاه. أوكي، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 8 اي 3 ناقص اي 1 نفس السبب لأن إحنا جاي نشتغل هسه حاليا من اللوب الثالث ناقص 10 اي 3 ناقص 5 اي 3 ناقص اي 2 يساوي لنا صفر. أعيد ترتيب المعادلة، عبارة عن 8 اي 1 اي 2 قيمتها ناقص زائد 5 اي 2 ناقص 8 و10 18 و5 23 23 اي 3 يساوي لنا الصفر. طبعا هاي المعادلة هنا ايضا نفس الشيء، هو شو مسوينا بالملزمة طبعا كانت فيها ضربية في سالب واحد نفس الشيء، راح تكون عندي سالب 8 اي 1 ناقص 5 اي 2 زائد 23 اي 3 طبعا ما يأثر اذا نضربها في سالب او لا. هاي يصير عندي معادلة 3. طبعا انا شنو رايد بالسؤال؟ رايد بالسؤال احسب التيار 3. راح اعيد كتابة 3 معادلات فقط. المعادلة الاولى 11 اي 1 ناقص 3 اي 2 ناقص 8 اي 3 يساوي لنا 15. المعادلة الثانية سالب 3 اي 1 زائد 10 اي 2 ناقص 5 اي 3 يساوي لنا 0. المعادلة الثالثة سالب 8 اي 1 ناقص 5 اي 2 زائد 2 3 اي 23 اي 3 يساوي لنا 0. طبعا هو ايش قايل لي؟ اريد احسب التيار 3 لان هو اللي يمر بالمقاومة 10 اوم. تيار 3 اي 3 يساوي لنا 3. هنا طبعا التيار 3 بما اريد احسب النسبة التيار 3 يعني القيمة بعد يساوي عوض فقط بدل اي 3 11 سالب 3 سالب 8 سالب 3 10 سالب 5 15 بصفر بصفر. هنا أنا بالمقام راح يكون عندي 2 11 سالب 3 سالب 8 سالب 3 ب 10 سالب 5 وسالب 8 سالب 5 23 تمام. طبعا هنا نحدد 11 سالب 3 15 سالب 3 10 صفر سالب 8 سالب 5 صفر 11 سالب 3 سالب 8 سالب 3 10 سالب 5 سالب 8 سالب 5 23. طبعا حساب المحدد شلون راح نبدا نحسب المحدد؟ تعلمناها طريقه. طبعا نكتب اول عمود، العمود الاول اللي يجي قيمته 11 سالب 3 سالب 8، العمود الثاني سالب 3 10 سالب 5. هنا أنا بالمقام نفس الشيء 11 سالب 3 سالب 8 وسالب 3 10 سالب 5. طبعا هنا أنا داري نكتبها، هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث، ناخذها باتجاه معاكس لها راح يكون عندي هذا الشكل.
طبعا كتابته موجود، الناتج الناتج بالمزة مكتوب 1.22 تساوي لنا 1.22 امبير. طبعا شلون كتابته؟ 10 في 11 في 10 في 0 ناقص زائد سالب 3 في 0 في سالب 8 زائد 15 في سالب 3 في سالب 5. بعدين كل هذني مطروح من عندهن القيمة داخل القوس 15 في 10 في سالب 8 زائد 10 في 0 في سالب 5 في سالب 3 في سالب 3 في 0. طبعا راح اكتب فقط البسط اللي راح اكتبها. داعش في 10 في 0 زائد سالب 3 في 0 في سالب 8 زائد 15 في سالب 3 في سالب 5 زائد ناقص، طبعا هذا كله داخل القوس الأول، هنا هذا داخل القوس الثاني، 15 في 10 في سالب 8 هذا القيمة الأولى زائد 11 في 0 في سالب 5 زائد سالب 3 في سالب 3 في 0. تمام، طبعا شكل قيمة هذا مضروب في 0 يروح قيمته 0، هاي في 0 أيضا قيمته 0، هاي في صفر قيمة صفر، وهذا في صفر قيمة صفر، ونوجد الناتج طبعا راح يطلع لي هذا التيار 3 اللي هو يعتبر يمر بالمقاومة 10 أوم.